الشعب طموح، شغفه التصوير حتى أبدع فيه، ووصل للمركز الثاني لأهم المسابقات العالمية على مستوى المملكة. أرحب بضيفي المبدع المصور محمد قاسم. أهلا فيك محمد. أهلا فيكم وحياكم. طبعا أنا بداية فخورة فيك أنك أنت ما شاء الله وصلت للمركز الثاني على مستوى المملكة في مسابقة تعد من أهم المسابقات في مجال التصوير الفوتوغرافي. على مستوى الشرق الأوسط بالنسبة للفيديو أو الفوتوغرافي. ما شاء الله تبارك الله. طيب أول حاجة أنا قبل ما نبدأ في موضوع المسابقة اللي حنسترسل فيها، أبغاك تحدثني في البداية عن بداياتك مع التصوير. بداياتي التصوير، أنا كنت أساسا أنا خطاط ورسام في نفسي، فدمجت الهوايتين هذه في التصوير الفوتوغرافي. أحسن. وطورت نفسي بأخذ الدورات وفي مسابقة، ودخلت مع عدة مسابقات وعملت معارض بسيطة شاركت فيها. جميل. فالحمد لله لما وصلت لهذه. يعني يا محمد، ملاحظين أنك أنت بدأت ستيب باي ستيب في أشياء مرة كثير، من لما كنت خطاط وبعدين صرت مصور صحفي وبعدين وصلت لمصور جرافيك والآن مصور عالمي. كيف صار هذا التدرج؟ هذا كان في داخلي إصرار أني أكون حاجة مميزة. أي. فبهذا من هذا الباب جاوزت جميع الصعاب اللي قابلتني. أي. بحيث أني أكون أسوي حاجة مميزة وأكون أيقونة مميزة في كل المجالات، في مجال التصوير. أي. أو في هذا بالعادة الإنسان هل هو يحط جول لنفسه ولا كل ما نحط في خطوة معينة ويقدر أنه هو يحقق نفسه فيها يطمح أنه يوصل لشيء أبعد؟ الإنسان ما دام يحط له هدف لابد يشتغل عليه على أساس أنه هو يصل. صحيح. بدون هدف تكون الحياة ما لها طعم يعني. أكيد. مملة. أيوة، لازم يكون في هدف عشان تصل وتنزل نفسك في مكانها. أكيد. صحيح. مسابقة الرحال العرب مسابقة كبيرة ومعروفة يعني عند الكثير خصوصا على مستوى العالم العربي، حكيني عن مشاركتك فيها. والله مشاركتي كانت في البداية أنا اطلعت على الموقع حق المسابقة ودرسته من جميع الجهات وشفت إمكانياتي، هل أني أنا أقدر أخوض في مثل هذه المسابقة، فشفت نفسي أني عندي القدرة. فبدأت في البداية سجلت في الموقع، جات الموافقة أني أكمل في المرحلة الأولى. جات المرحلة الأولى اللي هي نزلت برومو تعريفي في المدينة المنورة، أني أصور في موقع يعني تاريخي عندنا إحنا الحمد لله المسجد النبوي الشريف. طبعا. صورت فيه هناك فيديو عرفت نفسي بالمسابقة. ثم نزلت مجموعة صور تخصني فتم التصويت عليها من قبل الجمهور. هذه الصورة حقت المسجد اللي كانت قبل شوي هي اللي دخلت فيها المسابقة؟ أنا دخلت فيها أكثر من صورة، أنت تنزل مجموعة صور يتم التصويت عليها من قبل الجمهور، و 75% للجمهور و 25% للجنة الخاصة بالمسابقة. لجنة التحكيم. لجنة التحكيم. فبدأت في هذه، فبعدين جات المرحلة الثانية، استمرت مرحلة ثانية تقريبا مدة 6 أسابيع، كنا ننزل كل أسبوع مجموعة من الصور اللي تخصني بموضوع معين بنوع من بنوع طبعا. لا أنا أختار الموضوع، بس انه يهدي يمد ل يعني يعرف في نوع من التصوير. حلو. يعني انواع التصوير له انواع، فانا انزل موضوع مثلا نزلت موضوع عن العنف ضد الاطفال، نزلت موضوع عن عبق المدينه، يعني جمعت صور خاصه بالمدينه انا كنت مصورها. أحسنت. وبعدين صور التصوير الرياضي، صورت الصورة الأخيرة لتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم، كنت من الناس المحظوظين أني أنا كنت حاضر في هذه المناسبة يعني اللي نفتخر فيها كلنا. أكيد طبعا. فمن هذا الباب المواضيع هذه يتم عليها كمان كل أسبوع، أسبوعيا يتم التصويت من قبل الجمهور. من مرحلة المرحلة لما انتهينا كتصفيات يعني. هي مو تصفية يعني، تديك نمط معين في من عدد التصويت على كل أسبوع. تمام. من أسبوع لأسبوع آخر. حلو. لين خلصنا الستة الأسابيع، فمجموع الستة أسابيع هذه والتصويت أتاحني أني أكون أتأهل لتمثيل المملكة في مملكة المغرب.
إذن هذه هي مسابقة الرحالة العرب. وهي تعتبر المسابقة تعتبر سياحية، يعني تبي شو اسمه تستم في السياحة في أكثر مجالاتها. يعني. حلو جميل. طيب يعني من مسابقة رحالة العرب بتصور موديل برضو، في صور احنا كانت موجوده عندنا واكيد في بتنعرض الان، بتصور موديل، بتصور اطفال، بتصور مناظر طبيعيه، بتصور اماكن تاريخيه وتراثيه، بس انت كمحمد فين تلاقي نفسك اكثر بعيدا عن المسابقه؟ ايوه انا احب التصوير الرياضي طبعا، بعدين التصوير البورتريه، بعدين تصوير الطبيعه، وفي كلها انا اخذت عليها دورات حتى اتمكن منها، لكن يعني اشوف نفسي بناء انه التصوير الرياضي يهتم فيه شريحه كبيره من الناس. صحيح. وفي العالم، فانت لما تكون ان شاء الله اخذ لقطه مميزه في احد المباريات مثلا وهذا راح تكون تنتشر في العالم كله، تكون مناسبه. اذا كانت لقطه مميزه صح فعليا. أيه. فكره القدم فيها لقطات، يعني لقطات مره تكون جميله، وخاصه إن تكون مع الكوره. يعني تكون محبوبة للكل يعني. صحيح. وخاصة إنه كرة القدم شو اسمه الجميع يشاهدها. لغة بحد ذاتها صح. أيه. يعني بنشوف إنه رؤيتك للصور وللطبيعة وللأفراد مختلفة ولك نظرة خاصة، لكن خليني أسألك إيش حلمك يا محمد؟ حلمي إني أكون حلمي إني أمثل المملكة في كل المحافل الدولية، واني انمي نفسي واكون في مكانه مناسبه خاصه في عالم التصوير. ومميز اكيد زيك. الله يسلمك. شكرا لوجودك معنا يا محمد اليوم، يعني نورتنا. كل التوفيق. ونتمنى من جد توصل للمركز الاول، انه فعلا صورك تستاهل محمد. الله يسلمك ويخليك ان شاء الله. الله يبارك فيك ان شاء الله. طيب احنا نشكر وجودك معنا اليوم. الله يسلمكم واشكركم على هذه الاستضافه وشكرا. اهلا مشاهدينا، حنطلع فاصل نرجع نكمل باقي الفقرات.